هذا السائل يقول: هل تجب على مكافأة نهاية الخدمة زكاة عند استلامها؟ بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، إذا استلمها الإنسان فإنه لا تجب عليها الزكاة إلا بعد استلامها، وبعد ذلك يستأنف حولا جديدا، وذلك لأن طوال المدة السابقة لمكافأة نهاية الخدمة فإنها لم تستقر عنده، وإنما احتمال أنه يحرم من مكافأة نهاية الخدمة، لأن هناك شروط في نهاية الخدمة. هذه الشروط منها أنها لا تكون نتيجة الفصل على سبيل المثال، هناك ضوابط موجودة في نهاية الخدمة، فهذا نسميه عدم استقرار المال. الزكاة لها شروط، الإسلام، غير مسلم لا زكاة عليه، حولان الحول، عدم حولان الحول لا تجب الزكاة، استقرار الملك، استقرار الملك ويدخل ذلك في استقرار الملك، أي أنه لابد أن يملك هذا المال ملكا مستقرا احترازا من الملك غير المستقر. والعلماء يشبهون هذه المسألة بالمرأة التي تعطى المهر، وإذا أعطيت المهر فقبل الدخول قد استقر الملك على نصف المبلغ، إذا تم العقد فلها نصف المبلغ، أما بعد الدخول فإنه يستقر لها المبلغ كامل. فلنفترض أنه تم العقد وأعطيت المهر وجلس الزوج أكثر من سنة، فنقول بأن الزكاة لا تجب إلا على نصف المبلغ. لماذا؟ لأنه قد استقر لها، أما الثاني غير مستقر، نعم بيدها ولكنه غير مستقر. فكذلك بالنسبة لنهاية الخدمة، نهاية الخدمة يعتبر المال الموجود غير مستقر، فلذلك لا تجب الزكاة فيه حتى يستلمه، فإذا استلمه فإنه يستأنف حولا جديدا، بمعنى استلمه اليوم يستأنف حولا، والحول 12 شهر، فبعد 12 شهر تجب الزكاة عليه بالشروط الأخرى التي تجب فيها الزكاة.